بين عشية وضحاها تحول الخطاب السياسي للنظام المصري من اتهام حماس ووصمها بالإرهاب وشيطنتها إلى اعتبارها شريكا رئيسيا في التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر عن هذه الرؤية الجديدة في كلمة له خلال اجتماع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، طالب فيها بتضافر جهود كافة الأطراف الفلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة. حضر اجتماع اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي، والذي وصل لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية عن قرب. والسؤال: إلى أين تسير العلاقات بين القاهرة وحماس؟ وهل لغة المصالح بين الطرفين ستحول العداء إلى ود واحتواء؟ أخيرا تعقد حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اجتماعها الأول في قطاع غزة كخطوة جديدة على طريق المصالحة الفلسطينية. اجتماع عقد بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الذي ترعى بلاده الحلقة الأحدث في جهود تحقيق المصالحة، دور عززه الرئيس المصري بتوجيه كلمة للمجتمعين يحث فيها الأطراف على تحقيق التوافق، ويؤكد على أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات مصر. لدي إيمانا كاملا بأن الاختلافات بين مكونات المجتمع الفلسطيني يجب أن يتم حلها داخل البيت الفلسطيني بدعم ومساندة من الأشقاء العرب، مع عدم قبول تدخل أي قوى خارجية في هذا الشأن. الحضور المصري كان ملحوظا أيضا في شوارع القطاع مع صور السيسي المرفوعة بالطرقات، والتي تحدث بتحولات في علاقة غزة مع القاهرة، تحولات لا تخلو من المفارقات. أبرز هذه المفارقات كان وجود رأس جهاز المخابرات المصري في القطاع ولقائه مع قادة حركة حماس في نفس الوقت الذي يتم فيه بالقاهرة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع نفس الحركة، والتي حاول نظام السيسي سابقا وصمها بالإرهاب، بينما يثني عليها اليوم رئيس مخابراته. الناس دي عايزة تعيش، الناس دي عندها أمل. ما كنتش متأكد إن الوعود اللي أنا خدتها من حضرتك في القاهرة أنا ما كنتش أقوى. مفارقة تطرح تساؤلات بشأن مصير جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، وأخرى تتعلق بمستقبل العلاقة بين حركة حماس والقاهرة، التي من المنتظر أن تستقبل وفدا من الحركة الأسبوع المقبل لاستكمال مفاوضات التوافق الوطني. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من اسطنبول الكاتب الصحفي جمال الجمل. أستاذ جمال، أهلا بك معنا. ابتداء، ما سر هذا التحول على الأقل السياسي من قبل النظام السياسي في مصر من اعتبار حماس عدو ومنظمة إرهابية إلى صديق ويجب التواصل معها وأنها أحد أهم ركائز الدولة الفلسطينية؟ يعني الحقيقة التحول، رغم يعني منادتنا دائما بإنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية، لكننا دائما نحصد الخيبات في زمن التبعية وزمن الانحطاط السياسي العربي، لأنه يعني إنهاء الانقسام بيتم لصالح معسكر الخنوع لإسرائيل. حماس كحركة مقاومة بتفقد الكثير وبتبدو إنها بتدخل حظيرة إذعان مقصودة نتيجة يعني تهديد أو تلويح بحصار طويل وتجديده على الحركة وخنقها سكانيا وسياسيا داخل قطاع غزة. واضح أنه صبرها نفذ ولم تستطع أن تقاوم أكثر، فسلمت لمعسكر يعني عباس دحلان برعاية مخابراتية مصرية. ولا أعتقد أن هذا الاتجاه يعني سيسفر عن أي أمل فلسطيني في المرحلة المقبلة، يعني إلا مزيد من قبول الشروط الصهيونية المذلة تحت رعاية يعني الغموض اللي بيقدمه ترامب في القضية الفلسطينية، حتى يبدو لنا حل الأرض الرابع من يونيو أو الدولة الفلسطينية المأمولة والمنتظرة يشبه
يعني سراب لا يمكن تحققه وفق المعادلة اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي، لأنها معادلة فقدت يعني أي شروط حتى للبقاء على مائدة المفاوضات بكرامة أو بشرف. تمام، ابقى معي سيد جمال، سأعود إليك، لكن هناك جمال آخر ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، السيد جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون. أستاذ جمال، أهلا بك معنا. أهلا بك. نعم، دعني أطرح عليك نفس السؤال أستاذ جمال الذي طرحته على ضيفي في اسطنبول. ببساطة، هو إيه اللي بيحصل؟ بالأمس حماس كانت عدو، واليوم صديق، يجلس معها رئيس المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي ويثمن دورها في إتمام المصالحة الفلسطينية ويعتبرها أحد ركائز هذه المصالحة. ما الذي تغير؟ هو على مستوى الجهد الذي تبذله المخابرات العامة المصرية لم يتغير شيء، لأن المخابرات العامة المصرية كانت تعمل بصمت وهدوء وبعقلانية سياسية شديدة جدا جدا في المرحلة السابقة، رغم أن الموجة الرسمية في مصر كانت موجة أشبه بالهلاوس السياسية والإعلامية ضد حركة حماس وتصنيفها بأنها حركة إرهابية وأنها إلى آخره، لكن في ظل هذه الأجواء كلها كانت المخابرات المصرية تحافظ على خطوط التواصل مع حركة حماس. لكن المشكلة احنا لا نتحدث عن جهاز، وإنما نتحدث عن سلوك دولة، عن سلوك حكم، عن سلوك عن إعلام رسمي قدم رواية بأنه حماس هو تنظيم إرهابي وحماس أوغلت في قتل أبنائنا الضباط والجنود، وأنه حماس متورطة رسميا. الحكومة المصرية اتهمت حماس رسميا في مؤتمر صحفي وزير الداخلية بأنها متورطة في اغتيال النائب العام. فكل هذا وأن كل هذه الاتهامات وهذه الـ يعني ثم يقال في النهاية أنه تسمع الخطاب الرسمي يتحدث عن الأشقاء في حماس والأشقاء في غزة. أنا أعتقد أنه هذه تمثل إهانة على المستوى السياسي، تمثل إهانة كبيرة إهانة لمصر، تقصد للنظام المصري؟ طبعا إهانة طبعا للنظام، لكن اسمح لي، إيه رأيك في الكلام اللي قاله الأستاذ جمال الجمل أن النظام المصري يعمل وفقا لأجندة إسرائيلية، وأنهم بما فعلوه مع حماس الآن والمقابلات وما إلى ذلك ما هي إلا إدخال حماس لحظيرة إذعان وللإطار الإماراتي الدحلاني، إذا صح هذا التعبير من الأستاذ جمال الجمل يعني. لا، هو في عالم السياسة لا أحد يعمل لحساب أحد بهذا الشكل، سواء حتى إسرائيل أو غير إسرائيل. يعني هناك مصالح تحكم، يعني النظام المصري مثل أي نظام آخر يعمل لمصلحته أولا ومصلحة بلادها أولا، قد تكون المصلحة متقاطعة مع مصالح أخرى هذا أمر آخر، لكنه يعمل لمصلحته. يعني من البديهي أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل لتعزيز مكانته الدولية من خلال إثبات أنه يملك خطوط تأثير وخطوط اتصال مع القوى الفلسطينية المختلفة، هو صحيح أن يحدد سياسات ويستطيع، صحيح أن هناك يعني هناك ضغوط لا تخفى على حركة حماس، هناك انحياز واضح لفتح، لكن في النهاية أنه يعني أنا لست مع الذين يقولون أن حماس خضعت أو حماس انكسرت، حماس وجدت نفسها في ظل موازين قوى إقليمية جديدة لا تستطيع أن تتجاهلها. نعم. ربما تكون القادة في حماس يفكرون في صيغة حزب الله في لبنان، أنه هناك حكومة بالشكل يعني من الشكل الرسمي، لكن هناك قوة مسلحة أو هناك سلاح للمقاومة، صح التعبير، مع الفارق طبعا. نعم. نعم. يعني هي معادلة العودة مرة أخرى لكون حماس هي فصيل مقاوم فقط لا غير، ليس له علاقة بالسياسة أو السلطة على الأقل في غزة. ابقى معي. هو ليس له علاقة من الناحية الرسمية، نعم، لكنه من الناحية الحقيقية والعملية والواقعية لا، سيكون له هو رقم صعب في هذه المعادلة. صحيح، ابقى معي أستاذ جمال، سأعود إليك بالتأكيد. مشاهدينا الكرام، كانت العلاقة بين القاهرة وحماس قد توترت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بل واتهم وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار العام الماضي عناصر في حركة حماس بالمشاركة في اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، فلنشاهد. أنا بقول الكلمة اللي بقولها، بقول لن ينسى المصريين من وقف إلى جانبهم ومن وقف ضدهم. أنت بتعتبر حماس وقف ضدنا؟
ده الصمت المجيب الموحي ده خالص. طيب، مجموعة أخرى من العمليات الإرهابية الكبرى للتخريب والتفجير واغتيال كبار الشخصيات، وإنه هذا المخطط كان منطلقه التوجيه الصادر من القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربة بتركيا، وبالتنسيق مع الذراع الآخر المسلح لجماعة الإخوان المسلمين في غزة وهو حركة حماس، التي ضلعت بدور كبير جدا في تنفيذ هذا المخطط وفي تنفيذ عملية اغتيال النائب العام بشكل خاص، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها. انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة لواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء، أهلا بك معنا. أهلا بك. سيادة اللواء، هي حماس إرهابية ولا مش إرهابية؟ أرد على سيادتك بس لازم أحط المعطيات مضبوطة. حط تورط عناصر من الحركة لا يعني أن الحركة إرهابية، ولكن بعض عناصر الحركة تخضع للتحقيقات في المحاكم ومحل اتهام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، السيد وزير الداخلية حينما أشار إلى أن هناك عناصر متورطة إرهابية هي بالفعل كذلك وموجودة في أروقة المحاكم التحقيقات. مجلس محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكم باعتبار حركة حماس إرهابية، إلا أنه القضاء عاد بمحكمة موضوعية وألغى الحكم ولم تعد منظمة حماس حركة إرهابية وفقا للقانون المصري. ده اللي صدر به حكم المحكمة بعد حكم الأمور المستعجلة اللي كانت تعتبرها إرهابية. تمام. أما هناك عناصر في حركة حماس إرهابية، بالفعل هناك عناصر متورطة ومطلوبين للمحاكمة ومفاوضات لتسليم هؤلاء الجماعة. تمام. تمام. الذين ذكرت أسمائهم في التحقيق. يا سيادة اللواء، يعني النهاردة حضرتك بتقولي إن في عناصر من حماس إرهابية. طيب، ده معناه ان رئيس المخابرات العامه المصريه، اسمعني يا سياده اللواء، ده معناه ان رئيس المخابرات العامه المصريه اللي هو خالد فوزي كان قاعد النهارده مع رئيس منظمه بها عناصر ارهابيه تعمل ضد الامن القومي المصري، هل ده صحيح؟ ليس صحيحا ولا تاويل لحديثي. هناك عناصر متهمه ليست في قياده حماس، ولكن بعض قد ينتمي الى فكر منظمه حماس، مطلوب للعدالة، لم يصدر بشأنه حكم نهائي، مطلوب لقدومه للمحاكمة، مطلوب تسليمه. ليس يعني هذا أنه قد صدر أحكام نهائية عليهم، لا يعني هذا أن القيادات حركة الحماس إرهابية، ولكن يعني أن هناك بعض الأفراد الذين ينتموا، قد يكون فكريا تعاطفيا إلى الحركة، قد ينتموا أو لا ينتموا، يتبين من التحقيقات. هم مطلوبين للعدالة ومشترك في تورطهم كان في عمليات إرهابية، وصدر حكم من الأمور المستعجلة باعتبارها إرهابية. طيب، ابقى معي، وضحت فكرتك يا سيادة اللواء. هذا الحكم لغي. ابقى معي استاذ جمال سلطان، يعني قبل ما اروح لضيفي الاستاذ جمال الجمال، ايه رايك في كلام اللي هو مجدي الشاهد بيقول لك لا ده في عناصر ربما تنتمي فكريا لحركه حماس هي اللي ارهابيه، لكن بقيه الحركه هو شايفها من وجهه نظره لا مش ارهابيه. استاذ جمال سلطان. عفوا، انت تحدثني تصورت تحدث الاستاذ جمال الجمال. نعم، هو انا طبعا اقدر ما قاله سياده اللواء، لان انا الحقيقه انه الوضع في مصر إجمالا هو في ورطة حقيقية، لأن نحن كنا نتحدث عن حماس التنظيم الإرهابي، حماس التي اخترقت السجون واقتحمت السجون، حماس التي فعلت وحماس التي عملت، يعني الكلام كان واضح يعني، لكن نحن الآن في ورطة حقيقية، وهناك من بدأ يفكر يقول لك الأصل حماس شيء وعز كتائب عز الدين القسام اللي هو جيش حماس شيء آخر، يعني نحن هذه ورطة ومحاولة الخروج منها لا يبدي. نعم. لكنها انا اعتقد انها ستؤدي يعني حتما الى يعني اعاده تصحيح مفاهيم، وربما تكون مقدمات ل يعني فكر سياسي جديد، انه طالما تتحدث عن
اذا هو فيه عناصر للحقيقه استاذ جمال قبل ما تدخل في النقطه الجديده وانا قراتها في مقالك اليوم عن التقارب حماس مع النظام المصري او العكس انا ساعود اليها بالتفصيل لان هي فيها نقطه مهمه للحقيقه عايز اناقشها مع حضرتك لكن دعني اذهب لضيفي الاستاذ جمال الجمل وكلام الاستاذ جمال سلطان استاذ جمال الجمل فيما يخص ان اللي في ورطه حقيقيه مش حماس زي ما حضرتك قلت في الاول هو النظام المصري اللي في يوم من الايام قال على حماس ارهابيه وزير الداخليه بشكل رسمي بيتهم عناصر من حماس بالضلوع في قتل النائب العام السابق هشام بركات والنهارده بيقولوا عليها ان هي يعني كما خالد فوزي بيقول سيسجل التاريخ ده بيتكلم عن حماس انكم وحدتم الفلسطينيين ونحن بانتظاركم في الايام مقبلة في القاهرة ونحن متأكدين أنكم ستفعلونها يقصد بها إتمام المصالحة إذن الذي في ورطة الآن والذي في موقف لا يحسد عليه هو النظام المصري وليس حماس تناقضات النظام المصري يعني مش محتاجة إثبات حتى أن السيسي يتحدث بفرح ويطالب العرب بدعم مصالحة الأخوين الفلسطينيين المنقسمين وهو لديه مصالحة ما زال بيلعب ضدها غائبة وما زال لديه مجتمع منقسم على نفسه انقسامات عنيفة جدا ذات طابع يعني رأسي وسياسي يعني بشكل فادح ما زال الإعلام يسعى إلى تقسيم المجتمع بقوة فلا أصدق أبدا حديثه عن المصالحة الفلسطينية أنا أصدق الحديث عن دور بيراد إشراك مصر به لأسباب يعني ليست خافية علينا عندما نتحدث عن صفقة القرن وبالتالي الخطاب بيتغير من حماس الملعونة التي اقتنصت فكرة الحكومة بانتخابات ثم تم إلغاء الانتخابات ثم تم انقضاضها على قطاع غزة وحصل نوع من أنواع الانقسام اللي احنا بنشوفه انقسام بين معسكر للمقاومة ومعسكر للمفاوضات المزلة الإسرائيلية الأمريكية بوضوح طيب تعالوا نرجع للأساس حل القضية الفلسطينية هل يستطيع أن يقدم لنا النظام المصري ضمانات أنه سيحل على الأسس اللي بتنطلق منها حماس وباقية الفصائل الفلسطينية المقاومة ولا حننطلق من معسكر يعني نريد خيمات لا دولة حتى يعني بمنطق يعني نرضي إسرائيل بمبادلات الأراضي وعدم عودة اللاجئين والكلام اللي هيتم بي لأنه أرض الرابع من يونيو اللي بتتحدث عنها المبادرة الأمريكية واللي واردة حتى الآن في الخطب القليلة للسيسي عن القضية الفلسطينية هي واقعيا لم تعد موجودة وبالتالي احنا قدام مشكلة انه حتى الحل الأمريكي المطروح ليس موجود لدى إسرائيل على الأرض وبالتالي هنحتاج ندخل في مفاوضات أخرى يتم استحضار مصر فيها علشان سيناء تبدو متورطة في هذا الحل وعدوا مع بعض اتفقوا الاول واتكلموا علشان ترامب يجي يقول لنا احنا هنعمل القدس عاصمه لمين فيكم وانتوا هتاخدوا ايه بدل الاراضي اللي اكلتها المستوطنات اللي كانت ضمن حزمه 4 يونيو ثم انتهت الان وبالتالي الكلام التفصيلي والجنائي حوالين انه المتهم الحركه ولا المتهم شخص واحد ده كلام يا جماعه مثبت في صحف ومقالات الكتاب العباسيين والاعلام الذي ندد بحماس كثيرا يعني باعتبارها عدو رئيسي لمصر طيب اخترقت الحدود عملت الأنفاق اللي السيسي نفسه كان بيباهي بأنه بيسدها قفل المعبر كل السياسات دي كانت موجهة ضد حماس مش ضد أفراد لا صحيح كانوا صحيح خارجين يعني على يعني حماس يبدو صحيح لكن أستاذ جمال اسمح لي عفوا للمقاطعة إلى أي مدى ستظل العلاقة كما هي الحال الآن فكرة يعني كما نقول في مصر أو كما يقولون في مصر سمنة على عسل كما رأينا الآن ما بين النظام المصري وما بين حماس يعني تحديدا في شخص رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي هل من الممكن أن تتعكر مرة أخرى وتعود مرة أخرى شروط الموظفين لدى أمريكا وتل أبيب نعم تقول يعني, ده يعني المعيار الوحيد هو معيار الرضا الأمريكي والصهيوني يعني مش علاقة حماس بمصر
مرتبطة بالمطلوب أساسا من النظام المصري أن يمرره لصالح ما يسمى بصفقة القرن الغامضة اللي احنا بنتكلم عنها وشمين ريحتها الفاسدة تملأ الأجواء. تمام. سيد مجدي الشاهد، تعتقد ان انت كنت تقول منذ قليل ان لا دي افراط في حماس هي اللي ممكن تكون متورطه في عمليات ارهابيه وليست الحركه ككل، طب ما ممكن نفس المنطق ده ينطبق على جماعه الاخوان المسلمين؟ هو ليه في مصر قلتوا على الاخوان المسلمين ارهابيين وهي الجماعه نفسها وقيادتها بتنفي اي تهمه بالارهاب وتنفي اي تهمه متعلقه باي عمل ضد النظام، اي اعمال عنف، فليه ما يكونش برضه افراد من الاخوان فقط هم اللي بيقولوا الاعمال ديت لكن الجماعه ليست ارهابيه كما هو الحال مع حماس؟ دعني ارد دون مقاطعه كما فعلت مع ضيوفك دون مقاطعه. اولا حركه حماس اصدرت محكمه الامور المستعجله حكم باعتبارها إرهابية، تم إلغاء هذا الحكم في 2015 من محكمة الموضوع، وبالتالي لم تعد إرهابية وفقا للقانون المصري. أما الحركة الإخوان المسلمين، أما إخوان الشياطين فاعتبرت إرهابية بحكم المحاكم. تناسى ضيوفك أننا أمام دولة مؤسسات وأحكام محاكم، لا نتحدث بلسان يختلف عما أصدر به المحاكم من أحكام، فنتحدث بأحكام المحاكم ونلتزم بها. الإخوان إرهابية بحكم المحكمة، أما حماس ليست إرهابية بحكم المحكمة. دي أول نقطة. تاني نقطة، أرى الصورة العكسية. أنت بيقولوا مصر قلبت موقفها، طب ما قلتش ليه أنك قلبت أنت موقفك؟ امبارح كنت بتقول حماس كويسة وحماس وحماس، والنهاردة قلبت أنت على حماس. لم تبرر قيامك بالانقلاب الفكري تجاه حماس. ثلاثة، ده مين اللي قام بالانقلاب على حماس فكريا؟ معلش انا مش فاهم يا ساتر. قلبوا على حماس مين دول؟ ضيوفك قلبوا على حماس وجيتوا بيها. ده بيقولوا كلام جاي، يعني جمال الاستاذ جمال سلطان بيقول كلام جاي في حق حماس، والاستاذ جمال الجمال لا شايف ان حماس ما كان يجب، لا يعني في النهايه بيقولوا كلام جيد، مش ما قلبوش على حماس. ما كانش شايف كده من فتره، كان شايف حماس حركه ضد الارهاب وحركه ضد الكيان الصهيوني وحركه ناشطه، وهو لسه شايفها كده، هو ما غيرش رايه يا سياده الملك. اتفضل. طيب ايضا اكمل بعد اذنك، ده مش شيء جديد اتولد النهارده، انما الوفاق ده تفعيل اتفاقيه تمت في سنه 2011 قبل تولي سياده الرئيس المسؤوليه، وبالتالي ده تفعيل لما سبق الاتفاق عليه ليس وليد اليوم. ثم اعلنها السيد الرئيس صراحه أنه من أجل المصلحة العامة، من أجل الشعب الفلسطيني، من أجل الشعب الفلسطيني، وامتثال حركة حماس للوفاق لحكومة الوفاق الوطني واستجابتها للثلاث مطالب اللي هم كانوا بيتمثلوا في حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعم حكومة الوفاق للتقدم لقطاع غزة لممارسة مهامها، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة كان لابد من حدوث تقارب في وجهات النظر. هذا هو ما حدث عنه سيادة الرئيس. ابقى معي سيادة الأستاذ جمال. حضرتك طرحت النهاردة في مقال ليك حوالين أستاذ جمال سلطان أن ما يحدث مع حماس وارد جدا في الأيام المقبلة يحدث مع الإخوان، ونشوف النظام بيغير تعامله مع الإخوان ويتعامل معها بشكل يرفع غطاء الإرهاب أو وصمة الإرهاب عنها ويتعامل معها كما يتعامل الآن مع حماس. يعني على أي شيء استندت في هذا الطرح؟ هذا باعتبار انه يعني ما حدث مع حماس الان بعد اتهامها بانها حركه ارهابيه او منظمه ارهابيه، ثم الحديث عن الاشقاء في حماس وعن حركه حماس كفصيل وطني وفصيل الى اخره، فهذا الامر يعطي مؤشر، وكلنا نعلم ان حماس هي فرع للاخوان المسلمين، يعني احد الازهر التي ولدت من رحم جماعه الاخوان المسلمين. فاما الحديث عن فكره ان القضاء حكم والقضاء قال والقضاء عاد، الكلام ده كله مسائل مرحليه، لانه القضاء يحكم بناء على 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 معطيات يقدمها له الجهات الاداريه والجهات الحكوميه والجهات الامنيه. وبالتالي هذه يعني هذه المعطيات اذا قدمت معطيات اخرى، معطيات مختلفه، فبديهي ان الاحكام تصدر ممكن تفاجئ بحكم بعد ذلك يخرج من اي محكمه مستعجله او غير مستعجله بان والله الاخوان دول لم يعودوا مش جماعه ارهابيه. فيعني انا اعتقد انه ما حدث الان مع حماس هز قناعات كثيره في المعسكر المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا اعتقد انه يعطينا مؤشر على انه من الممكن جدا، بل اصبح من القريب جدا ان يتم في القريب يعني ما يشبه مصالحه ما بين
النظام وجماعة الإخوان. السيد جمال سلطان الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة المصريين كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا. وما زلنا في القاهرة، ينضم إلينا من هناك عبر الهاتف السفير عبد الله الأشع المساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. ما بين البول الشاسع في رؤيتين، رؤية كانت من النظام المصري في السنوات القليلة الماضية أن حماس إرهابية ولا يجب التعامل معها، والآن يجب التعامل معها وأنها تسجل سابقة تاريخية في وحدة الفلسطينيين. ما الذي حدث وما الذي تغير سيادة السفير من وجهة نظرك؟ والله أنا لا أريد أن أدخل في هذه المساحة، لأن حماس جيدا ما هي المكاسب التي يمكن أن تحققها وهي أدرى بشؤونها، وبالتالي نحن لا نستدرك على حماس أو الجانب الفلسطيني. المهم في نهاية المطاف أن مصر تقوم بدور توفيقي بين الإخوة المتصارعين، وأنها تريد أن يجتمعوا معا حتى يمكن أن يضعوا اتفاقا يتم العمل به لرأب الصدع الفلسطيني. هل مصر ستكون ضامنا لهذا الاتفاق أم أن مصر سوف توجه الاتفاق في وجهة معينة؟ أنا أعتقد أن مصر تلعب دور الوسيط الذي يريد أن يستعيد مرة أخرى زمام مبادرة القضية الفلسطينية بعد أن أصبحت الحقيقة اتجاهات مختلفة. إذا عدنا إلى موضوع أوسلو والمفاوضات والصراع بين الطرفين، أنا أعتقد أن ده حيكون اعتقال لينا أو لعقولنا في تاريخ نحن نريد أن ننظر إلى الأمام. إذا احنا نظرنا كمان إلى الموضوع في إطار صفقة القرن، يبقى حيكون هناك حديث عن نوايا وحديث عن خلينا نتعامل. طيب مع الوقت. لا قبل الحديث عن نوايا، انا يعني لن اتحدث بالطبع عن نوايا، لكن اسمح لي انا اقرا الان من إيران ليرمان وهو نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يقول إن الدور الذي تلعبه مصر هو دور علني وعدواني، وبالرغم من أننا نشارك المصريين نفس النوايا فيما يتعلق بحماس، إلا أنهم بالطبع يقصد المصريين لديهم طرق للتأثير على ما يحدث في غزة لم تعد لدى إسرائيل. وأضاف وعليه فنحن نثق كإسرائيل أنهم سيتخذون خطوات للحد من نفوذ حماس وتقويض شرعيتها على المدى الطويل. إذن وفقا لكلام نائب رئيس مجلس الأمن القومي، الأجندة المصرية تتسق مع الأجندة الإسرائيلية فيما يخص التعامل مع حماس. وجهة نظر إسرائيلية، وأنا أعتقد أن الهدف منها هو تخريب الدور المصري، لأن في نهاية المطاف لم يفهم مصالح الفلسطينيين سوى حماس والسلطة الوطنية. إذا احنا وضعنا تصريحات السيد محمود عباس النهارده عن تأجيل رفع العقوبات وفكرة السلاح المشروع وغير المشروع، لن ندلف إلى أي تسوية في المستقبل. لذلك نحن نريد يعني الهدف الأساسي إن احنا نخفف العبء عن سكان غزة. نمرة اثنين إن احنا نوجد طرق اتصال وتواصل بين الإخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة. نمرة ثلاثة أن يكون لك صوت واحد في الحد الأدنى الذي يمكن ان يقدم للعالم. يا سياده السفير عفوا المقاطعه، بس هو ايه الجديد اللي حصل؟ ما هي مصر والنظام المصري يحاصر غزه منذ سنوات طويله ويغلق المعبر منذ سنوات طويله. ايه الجديد اللي حصل خلى النهارده مصر بتدخل بكامل ثقه لها على يعني في هذا الملف بهذا الشكل؟ هل كما ذكرت انت منذ قليل موضوع صفقه القرن له علاقه بالموضوع اغلاق القضيه نهائيا لصالح الكيان الاسرائيلي او لصالح اسرائيل؟ أنا لا أظن أن الشعب المصري سيوافق على صفقة القرن لأنها تتضمن التنازل عن أراضي الإسرائيلية. نمرة اثنين أنه الشعب المصري كله يقر وكل عالم العربي لأن التسوية لابد أن تكون داخل فلسطين وليس على حساب أراضي الإسرائيلية. وفي نفس الوقت لا أتصور أبدا أن النظام في مصر يحاول أن يعظم أوراقه حتى يكون مقبولا لدى البيت الأبيض في هذه الحالة. إذا كان هو يستطيع أن يعظم أوراقه على أساس التواصل بين الأطراف المختلفة فهذا مشروع بالنسبة للعلاقات الدولية. نعم. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير عبد الله الأشع المساعد وزير الخارجية المصري الأسبق كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، كما أشكر سيادة اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق كان معي أيضا عبر الهاتف من القاهرة. والآن أتحول للزميلة حياة اليماني لتعرض على حضراتكم عدد من تعليقات مشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع. تفضل. نعم أحمد، المصالحة الفلسطينية واسم على مواقع التواصل الاجتماعي ليس يعني ينقصه التواصل وينقصه التفاعل، هناك الكثير من
المشاحنات، من يؤيد ومن يعارض، من يرى أن موقف مصر أصبح غريبا وهي تتواصل مع جهة حاسبتها في لحظة من اللحظات إرهابية، ومن يرى أن حماس تنازلت في هذه المصالحة لصالح مصر وحركة فتح. نرمين تقول كل هذا الشو والميديا اللي بيعملوها دي مش هتغير حقيقة كرههم لحماس، بس هؤلاء مستعدين يعملوا أي حاجة علشان مصالحهم الدولية والسياسية. أيضا حساب آخر يقول ما هو إلا تكالب حكومة مصر على ظهر المقاومة الفلسطينية، لأنه فيلم منسق مع إسرائيل. مريم هي الأخرى تقول يجب محاكمة السيسي لأنه يتخابر مع حماس الإرهابية. محمد يقول إنها مصر السيسي لا غرابة في ذلك، وهذا يثبت أن حماس ليست إرهابية وليس لها عداء مع مصر، وكل كان افتراء من حكومة السيسي. تعليق من سعد يقول هذا نحن العرب، إن عادانا أحد قلنا إرهابي، وإن صاحبنا ومشي معنا في طريق صار صديق. محمد والآخر يقول في لعبة في الموضوع، أتمنى حماس لا تقع في الفخ، فخ السلطة وإسرائيل والسيسي وأبناء زايد وسلمان وابنه. وعبر تويتر تعليق من هبة تقول أنا أعتقد أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تدرك ما تفعله تماما، لا يقلقني سوى الوسيط لأنه غير نزيه تماما، وانحيازه لإسرائيل لا يخفى على العالم بأسره. الوسيط هنا يقصد به الوسيط المصري. سويتي يقول إيه رأي قضاء السيسي قضاء العسكر بالتواصل مع حماس؟ المفروض بقى يطلع الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي براءة، لأن التواصل مع حماس مش جريمة. وأيضا تعليق أخير من دكتور صهيب يقول إعلام منافق، شو بيعمل النظام أو شو بيقول النظام بيعمل. إذن كما ترى أحمد هناك مسألة من عدم الثقة والتشكك في النوايا المصرية، وأيضا مسألة طرح كون أنه حماس ليست إرهابية، فلماذا يحاكم الرئيس الأسبق بتهمة التخابر؟ يبدو سؤال منطقي. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى جانب آخر في نفس الموضوع. التقارب المصري مع حماس واكبه احتفاء وتحول إعلامي ملحوظ، كانت أبرز ملامحه زيارة الوفد الإعلامي المصري للقطاع ولقاء رئيس المكتب السياسي لحماس، وذلك بعد سنوات من شيطنة الحركة والهجوم عليها. فلنشاهد. كتير من العمليات اللي بتتعمل في سيناء بتيجي من غزة. هل الحقيقة دي يجي لها أي شك؟ لا. طب هنعمل فيها إيه؟ مين بيمولهم بقى وجاي منين والفلوس وإيران وقطر زي ما أنت عايز. دي بقى إيه؟ أنا مش شغلتي إن أنا أعرف أظبطها وأجيب لك الشنطة وأجيب لك، في أجهزة بتشوف الكلام ده. إنما حقيقة الأمر أننا حقيقة نمرة واحد، إنه اللي قتل ولادنا المرة دي واللي قتل ولادنا المرة اللي فاتت ناس جاية من غزة. حماس تفضلت وقامت بتقديم العرض السخي الوطني الكريم بأنها توافق على المطالب اللي موجودة عشان يحصل موافقة فلسطينية. في ليلة كده وضحاها لقينا حماس طالعة في شكل مسؤول. يعني لما هنيه اتكلم ظهر مسؤولا، ان هو حاسس بالمسؤولية. وعبر سكايب ينضم إلينا من القاهرة سيد مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد المصرية. أهلا بك معنا سيد مجدي. وكذلك عبر سكايب من واشنطن الدكتور عاطف عبد الجواد أستاذ الإعلام بجامعة ميريلاند الأمريكية. أرحب بك معنا دكتور عاطف. لكن قبل أن أبدأ معكما أذهب مرة أخرى لضيفي من اسطنبول السيد جمال الجمل، وهذا التغير في الأداء الإعلامي من حماس إرهابية وهي اللي بتقوم بكل العمليات أو كل العمليات الإرهابية في سيناء لحماس مسؤولة، وهنية رجل مسؤول، ويتم يعني حتى أن عمرو أديب ولميس الحديدي بيقوموا بالتصوير مع عباس هنية وينشروا ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. ما الذي تغير؟ إسماعيل هنية عفوا تفضل. والله يعني عايز أقول ملمح لطيف متعلق بفكرة الإدارة المصرية عموما سياسيا وإعلاميا، ولعل صورة السيسي في زيارته قبل الأخيرة لأمريكا وهو واقف يعني وراء ترامب جالسا ويبدو كموظف في البيت الأبيض تفسر لنا ما يسمى بالدور المصري في الإقليم. يعني مصر لا تتحرك كما قال السفير الأشعل من أجل تعظيم دورها، لأنه دورها مفقود.
مصر تتحرك وفق إملاءات وظيفية زي أي موظف بيتحرك يعني لدى الإدارة الأمريكية ولدى نتنياهو. وبدأ الرئيس السيسي موظفا لدى نتنياهو في أمور كثيرة جدا. طلب منه كيري أن أثناء افتتاح محطة كهرباء في الصعيد أن يشير إلى فكرة فتح الطريق لمفاوضات جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتحريك مسار السلام يعني المغلق منذ سنوات، وفعل ذلك. وتم إلقاء يعني ماء بارد على المسألة لفترة ثم تم تنشيطها. فمصر بتشتغل بإملاءات، كذلك يعمل الإعلام المصري، وإعلام بلا ذاكرة، إعلام يتحدث اليوم بلغة وبحدة ويعني يهاجم شخص ما أو حركة ما، تاني يوم يمكن أن يفعل العكس لأنه التوجيهات أو التليفونات اللي جاية بتملي عليه ما يقول، خلي فلان يطلع يقول الشوية بتوعه عن كذا وعن كذا وعن كذا. فهو إعلام فاقد الذاكرة يعني لا يمكن محاسبته بأي شكل. طيب اللواء الشاهد، نعم عفوا قبل أن تذهب للواء الشاهد أنا هرجع ليك أستاذ جمال مرة أخرى. يحترم أحكام القضاء. تمام، أنا هرجع لحضرتك مرة أخرى فيما يخص لو ليك تعليق على اللي هو مجدي الشاهد، لكن دعني أذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ضيفي من هناك الدكتور عاطف عبد الجواد، وأخذ من كلامك أستاذ جمال الجمل. سيد عبد الجواد، دكتور عبد الجواد، فكرة إن الإعلام المصري يتحرك بالتليفون يعني وليست له ذاكرة، هو كل ما بيجيله تليفون بيحرك أو بيغير توجهاته، وهذه التليفونات بالطبع كما يقول البعض بتأتي من الأجهزة الاستخباراتية والأجهزة الأمنية، إيه رأيك في هذا الكلام؟ هل هو صحيح وحقيقي على أرض الواقع أم لا؟ الإعلام المصري شأنه شأن الإعلام العربي بصورة عامة هو باستمرار وتاريخيا وتقليديا وإلى وقت طويل قادم في المستقبل بوق للحكومة، وهو إعلام موجه. والسبب في ذلك يعود إلى ربما عدة عوامل. العامل الأول هو أن لدينا إعلاما رسميا حكوميا يتبع وزارات الإعلام في المنطقة. والسبب الثاني هو أن حتى ما يسمى بالإعلام الخاص، هذه شركات وهمية تشكل واجهة فقط تتحكم فيها أجهزة حكومية أمنية استخباراتية. وفي النهاية الرسالة تأتي في نهاية المطاف أيضا من الحكومة أو الحاكم. وبعدين هناك الشق الثالث والأخير، وهذا لا يقتصر فقط على الإعلام المصري وإنما كما ذكرت الإعلام العربي بصورة عامة، لأنه إعلام غير مستقل وإعلام أيضا لا يعي فكرة أن الصحافة هي السلطة الرابعة، هي رقيب على الحكومة. الشق الثالث الذي كنت بصدد الإشارة إليه هو أنه نعم يبدو أن انقطع الاتصال بيني وبين الدكتور عاطف عبد الجواد. طيب سريعا سأعود إلى ضيف اسطنبول سيد جمال الجمل، كان لك تعليق سريع وقاطعتك فيه بخصوص ما ذكره اللواء مجدي الشاهد، ما هو أستاذ جمال؟ يعني هي الإشارة الخدعة اللي احنا واقعين فيها واللي بنستخدم خطاب زائف دائما. فتحدث اللواء الشاهد عن أمر وظيفي كده يتعلق باحترام أحكام القضاء، أصله حماس القضاء برأها فبقتش إرهابية وأصل الإخوان كذا. طب لماذا لم يحترم النظام المصري ومؤسسة زي البرلمان حكم القضاء في تيران وصنافير، وتم يعني إهانة منصة قضائية محترمة زي مجلس الدولة بهذا الشكل اللي شفناه في الإعلام والشكل يعني الأمور السياسيا من الدولة ومن برلمانها تجاه حكم قضائي، وأشياء كثيرة أخرى تتعلق بفكرة نزاهة القضاء واستقلاليته وطرق تشريع اللي فيها نوع من أنواع السيطرة الواضحة والمباشرة. يعني أنا عايز أقول أنه قضية فلسطين مش قضية تخص فلسطين، هي قضية عربية، وإحنا من حقنا أن إحنا نناقش أمر حماس ونناقش أمر المواطن الفلسطيني ونناقش وضعية الضفة وغزة على أرضية يعني رؤية المواطن الفلسطيني الذي كان يحلم بتحرير تراب بلده الكامل. فإذا بنا نغرق في قضية الحل الجزئي المتعلق بدولتين والدولة اللي موجودة أصبحنا نتكلم فيها عن أرض لم تعد موجودة، والدور المصري بيشتغل في جانب واحد من الثابت أنه بعيد تماما عن الرؤية الفلسطينية الصحيحة لصالح الطرف الآخر دائما،
وما يسمى بالراعي الأمريكي لقضية السلام، اللي أنا براها نوع من أنواع الإذعان والحل الظالم للقضية الفلسطينية على حساب العرب جميعا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد جمال الجمل الكاتب الصحفي، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول، ومنك أعود إلى القاهرة. والأستاذ مجدي شندي يرحب بك مجددا. أستاذ مجدي، وأبدأ فيما يخص فكرة الإعلام المصري وهذه التحولات الغريبة التي تحدث فيه، حتى يعني إذا صح ما يقال أن الأجهزة الأمنية والنظام هو من يحرك يعني وسائل الإعلام، كما نرى من عمرو أديب حماس إرهابية والنهاردة حماس مسؤولة وهنية أفضل واحد في الدنيا، يعني هم ألا يخافون على فكرة المصداقية بعض الشيء أمام الشعب المصري وأمام مشاهديه، أم ماذا سيد شندي؟ مشكلة الإعلام العربي كله وليس فقط الإعلام المصري وكارثته الكبرى هي السير في ركاب السلطة. هذا السير في ركاب السلطة هو ما يدفع الإعلام إلى تغيير مواقفه السريعة، وليس الإعلام المصري وحده هو من يختص بهذا الأمر. يعني لك أن تراجع ما قاله دكتور عاطف عبد الجواد وأنا معه، ولك ان تراجع ايضا. يعني هو طيب، يعني انا ما بتكلمش عن الاعلام العربي. طب هو علشان يعني اصل ما ينفعش تبقى المبرر ان هو اصل الناس وحشين فطبيعي الاعلام المصري وحش من ضمن بقيه الاعلام. هذه البلد مصر هي من اوائل الدول العربيه التي انشات الجهاز الاعلامي وكانت لها قنوات ولها تلفزيون. ما الذي يحدث؟ يعني النهارده دي ارهابيه، جهه ما ارهابيه، وبكره غير ارهابيه من نفس الشخص ونفس القناه، كيف هذا؟ يعني هذا بالضبط نفس ما حدث مع الجزيرة نفسها في قضية اليمن. يعني بعد ما كانوا الحوثيين إرهابيين وأنه التحالف العربي لابد أن يقضي عليهم وأن مصر يعني خانت عهدها ولم تشارك في الحرب على اليمن، أصبح الآن هناك ضحايا بمئات الآلاف وأصبحت تلتفت لها الجزيرة، وأصبحت السعودية يعني تمارس إجراما في لا اليمن. يعني انا يعني مش دوري ان انا ادافع هنا عن القناه، لكن هذا لم يحدث من قبل الجزيره. لكن ايضا اعود اليك، نحن نتحدث عن الاعلام المصري وعن السلطه. انت مع فكره ان الاعلام في مصر بيتحرك بتليفون من جهه استخباراتيه من جهه امنيه، قول على ده ارهابي النهارده وبكره قول عليه راجل محترم ومسؤول وافضل واحد في الدنيا؟ ده صحيح يا سيد شندي؟ شوف، هو في متغيرين في المسألة. المتغير الأول هو أنه التعميم خطأ. يعني كانت هناك أصوات مصرية وكتاب مصريون كبار يعني يناقضون هذه الموجة في شيطنة حماس وفي نسبة كل الشرور إليها حتى في وسط توتر العلاقات. وأنا واحد من الناس الذين انتقدوا على شاشة الجزيرة معالجات الإعلام المصري لحماس وشيطنتها، ووقفت ضد ده بشدة. المتغير الآخر هو أنه لا يستطيع أي محلل ومتابع أن ينكر أن تغيرا ما حدث في حماس منذ عقد مكتبها السياسي وإعلان ما سمي بالوثيقة، حيث أنها يعني بدأ وكأن الحركة أجرت مراجعات وأنها في القادم تحاول الإعلاء من المصلحة يعني الوطنية الفلسطينية على النظر إلى الحركة. الوثيقة هي التي أخرجت حماس من دائرة الإرهاب يا سيد شندي؟ الوثيقة التي أصدرتها حماس هي التي أخرجتها من دائرة الإرهاب؟ يعني شوف، أنا بشكل شخصي لم أكن أتهم حماس بالإرهاب، كنت أقول لهم يجب أن تغلقوا الحدود الذي يتسرب منها الإرهابيون والأسلحة لزعزعة الأمن القومي المصري. لكن أنا من بداية أؤمن أن حماس حركة مقاومة وطنية فلسطينية لا ينبغي أن تتدخل في شؤون دولة أخرى، ولا ينبغي لها إلا أن تعلي الشأن الوطني الفلسطيني. حماس تغيرت وغيرت أفكارها وأصبحت تتجه إلى فكرة أنه ضرورة يعني الدخول في مصالحة مع حركة فتح، لأن ذلك هو الأساس
الوطني الفلسطيني. نعم، يعني لو كنت تابعت سيد شندي حديث السيد هنيه بالامس مع عمرو اديب ستعلم ان ما ذكره الرجل انه لم يغير من ثوابت، يعني لم يتزحزح عن ثوابت حركه حماس التي اعلنتها وتعلنها مرارا وتكرارا قيد انمله. لكن على اي حال ابقى معي، ساعود اليك فيما يخص الاداء الاعلامي والتعامل المتناقض مع حركه حماس. دعونا نتابع هذا المقتطف ثم نتابع نقاش مره اخرى. في حد بيحاول يعني يهرب صواريخ، ليه بقى جراد دي؟ عشان ايه؟ عشان تطلق من هنا، عشان تبقى انت جوه عندك ازمه جوه مصر، تطلق الصواريخ جراد على الحدود الاسرائيليه، فيبقى انت عندك وقعت في فخ، يبقى انت في ازمه وقعت في فخ، ويتم توريط الموقف المصري. مره اخرى مصر بتقوم بدورها، وهذا الدور المصري لا علاقه له بحماس. حماس الموقف الشعبي والرسمي منها واضح، ويجب ان احنا نفرق جيدا بين موقفنا من حماس، جماعه شقيقة للإخوان المسلمين، تهريب سلاح، تهريب يعني كل شيء، ثراء من الأنفاق، فتح سجون في 28 يناير، كل شيء، تعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، كل شيء. هذا موقف، وموقف مصر الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية موقف آخر. الإعلامية لميس الحديدي هي التي كانت بالأمس في غزة وفي رام الله، ويعني نشرت صور لها مع مسؤول المكتب، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، لكن الأمر تغير. عودة لك مرة أخرى دكتور عاطف، هل الحالة في مصر هي حالة عامة؟ يعني استطاع النظام أن يفرض سيطرته بشكل كامل على الإعلام المصري ويحوله كما ذكرت أنت إلى مجرد بوق وانعكاسات للسلطة، أم أن بعض وسائل الإعلام بشكل أو آخر استطاعت أن تخرج عن هذا السياق في مصر بالطبع؟ هناك هامش صغير جدا للحريات الصحفية والإعلامية في مصر وفي بقية الدول العربية، في كل مكان، في كل دولة عربية الذكاء الآن الإعلامي لدى الحكومات العربية بما في ذلك مصر، هذا الذكاء يتمثل في إعطاء الإعلام والصحافة هامشا صغيرا من الحريات. يعني من الممكن انتقاد الحكومة ولكن على مستوى وزير فقط أو وكيل وزارة، لا يمكن أن تصعد بالانتقاد إلى أعلى من ذلك. أنا أشير هنا إلى حقيقة معروفة، وهي أن من الملائم ومن المقبول أن يغير الصحفي أو الإعلامي توجهاته نحو جهة أو شخص أو سياسي أو منظمة إذا حدث تغيير في المقابل، ولكن بشرط أن يكون هناك هذا التحليل الموضوع. يعني شهدنا مثلا تغيرا في تعامل الإعلام الغربي في وقت ما مع نيلسون مانديلا، في بدايات نيلسون مانديلا وصفه الإعلام الغربي بأنه إرهابي، ثم عدل السيد مانديلا من تكتيكاته فعدل الإعلاميون الغربيون. لا عفوا يا دكتور عاطف، لكن هل ده بينطبق على الحالة التي نحن بصدد مناقشتها الآن، على حالة حماس والإعلام المصري؟ إذا شوف، هناك نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى هي أنه في كل تغير في توجهات حماس من الممكن أن يكون مقبولا أن نشهد تغيرا مقابلا في توجهات الإعلام المصري نحو حماس، ولكن النقطة الثانية هي أنه بطبيعة الحال الإعلام المصري شأنه شأن الإعلام العربي بصورة عامة إعلام موجه، أي موجه عن طريقين. ليس من الضرورة أن يكون هذا التوجه يأتي مباشرة عن طريق أوامر مباشرة من الحكومة المصرية أو الحاكم المصري أو الحاكم العربي، ولكن هناك هذا الاتجاه الأساسي في الإعلاميين والصحفيين العرب نحو التملق كوسيلة لكسب العيش، للاستمرار في، يعني تقصد كسب أن الرزق. هؤلاء الإعلاميين ما هم إلا بعض يعني حفنة من المتملقين، لكن لا اسمح لي، لميس الحديدي وعمرو أديب طالعين مع وفد رسمي من المخابرات العامة المصرية، طالعين لوحدهم، ما وصلوش لهذا المكان بمفردهم. نعم، أنا قسمت لك التوجه إلى قسمين. القسم الأول هو نعم ارتباط مباشر بين السلطة وبين الإعلامي، تمام، يعني يأخذ أوامر مباشرة،
والشق الثاني الذي أشرت إليه أيضا هو أنه حتى في غياب أوامر مباشرة من الحكم أو الحاكم، الصحفي نفسه بتوجهاته التملقية هو يعلم ماذا تريد السلطة أن تسمع منه، فيتبرع يتطوع. تقصد أن الناس في مصر الآن أصبحت ما بين متملق وتابع للسلطة؟ طب على أي حال أشكرك شكرا جزيلا. وهناك هامش صغير للحريات. تمام، وضحت هامش الفكرة. صغير. نعم. نعم وضحت الفكرة. الدكتور عاطف عبد الجواد أستاذ الإعلام بجامعة ميريلاند الأمريكية، كنت معي عبر سكايب من واشنطن. مشاهدينا الكرام، طبعا يبقى معي الأستاذ مجدي شندي للجزء الأخير في هذا الملف. مشاهدينا الكرام، في الوقت الذي يحتفي فيه النظام بالتواصل مع حركة حماس، أرجأت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين في قضية التخابر مع حماس لجلسة 15 أكتوبر الجاري لتقديم ما يفيد اتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة المقدم من عصام العريان. وكانت محكمة النقد قد قبلت طعن المتهمين في الحكم الصادر ضدهم في يونيو 2015 بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي والسجن المؤبد لمحمد مرسي ومحمد بديع و16 قياديا والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة. ومن القاهرة حول هذه النقطة ينضم إلينا من هناك عبر الهاتف السيد محمد الضماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي. سيد الضماطي يرحب بك معنا. أهلا بك يا أستاذ أحمد. نعم أهلا بحضرتك. هل وجود مدير المخابرات المصرية مع في مقابلة رسمية مع سيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة والكلام الإيجابي الذي ذكره لحماس ينعكس بشكل أو بآخر عن القضية الخاصة بمحاكمة الرئيس وعدد من قيادات الإخوان فيما يخص التخابر مع حماس، سيد ضماطي أم لا؟ شوف يا أستاذ أحمد، أشك في هذا الأمر، لأن هذه القضية المسماة بقضية التخابر ولدت من قضية أخرى المسماة بالهروب من سجن وادي النطرون. تمام. والقصد من هذه القضية اللي هي قضية التخابر بقى هي التشكيك في الذمة السياسية للدكتور محمد مرسي وقيادات الإخوان الأخرى اللي محالين إلى المحاكمة معه. ده القصد الحقيقي من هذه القضية، لأن كان ممكن يكتفى بالقضية المسماة بالهروب من سجن وادي النطرون، لكن هذه القضية ولدت خصيصا للتشكيك في الذمة السياسية بوصفهم متخابرين بوصفهم جواسيس مع حركة حماس. لا لكن أنا يعني لا أشك أو أنا أشك في أن التصالح مع حماس أو الاندفاع الإعلامي والمخابراتي اللي احنا شفناه امبارح والنهارده، اشك ان هذا الامر سوف ينعكس على هذه القضايا، والقضايا سواء قضيه التخابر او قضيه وادي النطرون يعني ما زالت في طريقها حتى هذه اللحظه. لكن اسمح لي يا سيد ضماطي، يعني دلوقتي كثير من الناس مستغربين او للحقيقه مندهشين، يعني القاضي دلوقتي اللي قاعد بيحاكم محمد مرسي الرئيس المعزول وقيادات الاخوان من ضمن الاتهامات ان هو كان بيتخابر مع حماس، واليوم رئيس المخابرات المصرية قاعد مع حماس وبيتكلم عليها كلام جيد والنظام بيتكلم عليها كلام جيد، وبكرة حماس الثلاثة القادم هتكون في القاهرة، يعني ما الذي يحدث؟ يعني ما هذا الارتباك يعني؟ يعني الذي يحدث الآن زي ما حصل مؤامرة في الانقلاب بتحصل مؤامرات حتى هذه اللحظة على القوى المقاومة في غزة وهي حركة حماس. يعني هم يريدون انقلابا على حركة حماس في الأساس ويريدون نزع هذا السلاح، لكن القضايا سوف تستمر. ليه؟ لأن هناك خصما سياسيا موجود في القاهرة هو الدكتور محمد مرسي وقيادات الإخوان. هؤلاء خصوم لم يتم التصالح معهم، وليس ولم ينعكس التصالح مع حماس على الخصوم السياسيين في القاهرة. تمام، ابقى معي سيد ضماطي، بالتأكيد سأعود إليك. سيد شندي، كنا نتحدث منذ قليل عن تبعية الإعلام المصري للنظام الحاكم في مصر، يبدو أيضا أن التبعية للقضاء أيضا، القضاء النهاردة بيحاكم عدد من الشخصيات كمحمد مرسي وآخرين
على التخابر مع حماس، واليوم رئيس المخابرات العامة المصرية مع حماس ومع رئيس مكتبها السياسي. أليس هذا دليل آخر من ضمن مما يقولون هو تبعية القضاء للنظام الحاكم وتشغيله في إطار السياسة والمخاصمة السياسية وليس قضاء عادل؟ شوف، الدولة لما تبقى يعني داخلة في خصومة سياسية مع طرف خارجي أو داخلي بتحاول تحشد كل أسلحتها على الدوام. ويعني حين نتحدث عن القضاء بشكل كامل أو عن الإعلام بشكل كامل ونعمم فإننا نقع في الخطأ. بالتأكيد جهاز النيابة العامة يعني يحاول رغم التزامه بالقوانين أن يساير ماذا تريد السياسة منه، لكن الفيصل هو في الأحكام النهائية التي يصدرها القضاء على المنصات. وانا شخصيا يعني يا سيد الشندي بس اسمح لي، في الدرجه يعني نعم. حكم على عدد من قيادات الاخوان منهم خيرت الشاطر بالاعدام بسبب تخابره مع حماس، يعني الا يعني هل الامر يعقل؟ النهارده الناس دول بيتحاكموا عشان متخابرين مع حماس امام القضاء، ورئيس المخابرات والنظام كله مع حماس وقاعد معاها ويثني عليها، فهل يعني ما الذي يحدث؟ يعني هل ده منطقي؟ هل ده طبيعي؟ هل ده قضاء طبيعي؟ على فكرة بس يعني أنا ضد تهم التخابر، لكن أنا عايز أقول لك على حاجة، أنه التخابر مع جهة لا يعني أبدا أن هذه الجهة معادية. يعني أمريكا لم تكن معادية لإسرائيل حينما اتهم أحد ضباط البحرية بالتجسس لصالح إسرائيل، لم تكن معادية معها، يعني صديقة لها وتكاد تكون يعني ولاية 50 في الولايات المتحدة. من هنا يجب ان احنا نفصل ما بين حاجتين. يعني افهم من كلام حضرتك ان انت مصدق طبيعي، مصدق ان محمد مرسي كان بيتخابر مع حماس، لكن حماس في حد ذاتها دي كويسة وحلوة وطبيعي يتعامل معها النظام المصري النهاردة، حضرتك شايف كده؟ لا، شوف، حدوتة قناعاتي الشخصية حاجة، وما أحلله على شاشة الجزيرة يعني حاجة تانية. صحيح أن هذا ينطلق من ذاك، لكن ليس بالضرورة أن أنا شايف أنه محمد مرسي تخابر، هذا التخابر مع حماس، هذا شأن القضاء. و ما هو انا يعني بكلمك في شأن القضاء، انا ما بتكلمش في حاجات عامه يا استاذ شندي، انا بتكلم في حاله محدده، القضاء بحاكم محمد مرسي واداله مؤبد وبعد كده لغي من النقد لانه بيتخابر مع حماس، والنهارده النظام كله قاعد مع حماس بما فيهم رئيس المخابرات العامه المصريه. انا بتكلم عن هذا التناقض في هذه المساله تحديدا وليست مسائل اخرى، مش امريكا ولا بريطانيا. ما انا بقول لك اهو، انا اضرب لك مثل علشان يوري لك انه الصداقه بين دوله ودوله لا تنفي ابدا وجود تخابر. لماذا كان هناك متهمون في الولايات المتحده بالتخابر مع اسرائيل واسرائيل دوله؟ يا سيد شندي انا احدثك عن هذه الحاله، يا سيد شندي انا لا اتحدث عن قضايا التخابر، اتحدث عن هذه الحاله. انت مقتنع بيها؟ مقتنع ان محمد مرسي بيتخابر مع حماس وان خالد فوزي رئيس المخابرات المصريه لا يتخابر لما بيقعد مع هنيه؟ ده مقتنع بيه؟ نعم ام لا؟ يعني هذا دور المحقق ودور القضاء انه يقول ده حل ولا لا، شكرا جزيلا. حسب المعلومات اللي تم نقلها، حسب المعلومات اللي تم نقلها وحسب اضرارها او نفعها ل هو انت في نفس الوقت انت عارف ان خالد فوزي نقل ايه لاسماعيل هنيه اليوم؟ يعني هل تعلم ما نقله خالد فوزي رئيس المخابرات المصريه لاسماعيل هنيه وهو قاعد معاه بالامس؟ المسألة مش جدل فصائي يا أستاذ أحمد، المسألة إحنا بنقول دلوقتي إنه قضائي وحسب المعلومات التي تم نقلها. وأنت قلت أيضا أن جزء من القضاء أصبح مسيسا وأصبح يعمل لصالح السلطة في مصر. طيب، على أي حال أشكرك شكرا جزيلا مجدي شندي الكاتب الصحفي، كنت معي عبر سكايب من القاهرة، كما أشكر السيد محمد الضماطي المحامي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، كان معي عبر الهاتف من القاهرة. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة وبعد الفاصل نتابع.